يلا يا اسطى. ايه ده؟ ايه ده يا اسطى؟ ده ابو محمد والله. ده سواء يا جدعان عاملين ايه؟ معاكم امسلو فيديو جديد. اول حاجه عايزين كلنا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه يا جدعان، النهارده قررت ان انا اطور الاي كي ام ليفل 2. سمعتك دلوقتي بتقول لا يا امسلو حوش ماتيريالات للام فور التلجي، بس عايز اقول لك ان في مفاجاه قريب. فالنهارده بقى يا جدعان داخل اطور الاي كي ليفل 2 واخش اكسر بيه الدنيا. بس قبل ما نبدا، عملت اشتراك يا زميلي؟ فعلت الجرس؟ انت هنا حط لايك كمان بالمره. يلا بينا. شوفوا بقى يا جدعان، دلوقتي انا معايا 2 ماتيريال ومعايا بصوا الايد دي. شايفين الايد اللي تحت دي؟ ايوه دي الايد دي يا جدعان، بتخلي الاي كي ام لونه ذهبي. بس انا مش هخليه لونه ذهبي، انا هطوره ليفل 2 هيكون احسن بكتير يعني، عشان ان شاء الله هطوره كل مسج. فيلا بينا نطوره. فين وفين وفين الاي كي ام؟ يلا يابا ليفل 2 ودي اهو. امسكوا كده وقولي بقى. هو مش هيفرق شكلا ولا بيفرق شكل؟ استنى كده، استنى كده اخش تاني. لا يا عم، لا كل افكت بس ما بيفرقش في الشكل. ده ليفل 3 ماشي يا اسطى، بس ده كده ناوي اطوره ان شاء الله كل مسج يعني. تعال نخش نجربوه بقى. كم واحد بقى نزل معانا؟ حلو، معانا نمل يا اسطى، معانا بتاع 5 6 سكوادات. لا يا حول الله يا رب، امنت بيك يا رب. في اي كيو، في اي كيو، الواد اخر انزل تحت على طول. صاحبه الفيكتور سابه يا اسطى. ابلع فيكتور، تعالى فيكتور نزل لي على سلاح يا اسطى. انا لعبه 60 فريم يا اسطى. يا اسطى في معانا ناس ياما قوي. لا حول الله، تعالى يا ابني. ابلع يا اسطى، اللعبه عندي 60 فريم يا اسطى. انت عندك فريمات ايه الدنيا؟ 60 برضه يا زميلي. واحد طالع، امسك السلم. بوت معايا. ايه البوت ده؟ الله عليك يا بوت والله، طول عمري بقول عليك بوت سقه. ما تنساش يا زميلي انا عايز اي كي ام. ها الواد هنا اهو. ثانيه واحده. ابلع يلا يا اسطى. سوبر مان يا اسطى. الدور اللي فوق يا اسطى، بس خش لي بقى انت كده. تعالى ايش قدامنا؟ في كل حته. الله، ارجع لي ارجع لي ارجع لي ارجع لي، خش لي في الباب ده بس يا بطل. معايا؟ تعالى بقى مسك لي شوت جن يا اسطى. ماشي كويس ان انت اخدت الطلقه مكاني. يا جدعان لازم تمسك شوت جن يا جدعان، بيتحولوا علينا ولا ايه يا جدعان؟ بطل ايه على بيتك وارجع، ما فيهاش هزار الحاجات دي. هنبش الواحد هنجيبه من التاني. واحد كان بيمشي في البيت ده. في الدور الكام؟ على السطح. واحد بس؟ ثانية واحدة. هو سطح، سطح ارجع. دلوقتي. ارجع ارجع. بس ارجع بس ارجع، بطل صياح يا اسطى. ها؟ بطل صياح. بالله عليك لو معاه هيل، فاهم انت؟ صيدليات، هلسات. ايه ده؟ بيخلع. لا مفيش يا معلم. والله حرام يا عم، والله يا عم حرام يا عم. ارجع احسن مكان يخلع يا عم. لا يا اسطى بقى حرام بقى والله. اكله هد يا عم، ما اكله هدها في نص دماغه بس تعيش عليه. كانت في بقى ناس جايه من سكول. ها ماشي. شايف هو انت قاطع على حد؟ شايف حد؟ لا. ايه ده؟ في صوت ورايا. بوت بوت تيجي يا عم. البوت مالك؟ تعال معايا بقى معلم على الموتوسيكل بتاع الولد ده، ناخده ونقبله على العيال بتاعت سكول. 2000 years later. طب تعالى يا اسطى، تعالى روح يا اسطى نشوف الناس دي فين، ولا الفلير ده فين، ولا انا. تعالى يا اسطى. طب انا مش هحل النهارده لعبه غير لما اجرب الاي كي ام. يلا يا انا يا انت بقى. هات يا عم الموتوسيكل ده وتعالى يا اسطى. انا اللعبه رندرت عندي. ها رمضيت عندي يا عربية يا اسطى. رايح البيت الكبير. ايه ده؟ لا دي جاي، دي جاي علينا يا معلم. واحد بس في العربية، واحد في العربية. عايش عايش.
يابا انت بتعمل ايه يا عم؟ سموك انت بتعمل ايه يا عم؟ يا اسطى انا لفيت الماوس 360 درجة، جبت البدا كلها وانا بلف الماوس. عاش عليا، لقيت الاي كي ام اخيرا يا اسطى. انمي ماركت لوكيشن. البوت ده اللي هجرب عليه الاي كي يا اسطى، شفت؟ يعني الناس دي كلها مش هينفعوا، البوت هو اللي هجرب عليه الاي كي. تعالى يلا بينا نجرب سكوب 6 على الاي كي ام. يا جدعان جامد يا جدعان والله. حلو بقى يا معلم، احنا عايزين نخلعه. يا اسطى ماركت لوكيشن فوق الجبل بقى، فوق الجبل يا اسطى. انا بقول لك اهو من قبل ما نبص، اطلع لي من فوق الجبل وتقف فوق الجبل، ما تخشش ليش وسط السكواد يا اسطى. سكواد لا انا بضربه من كل حته كده يا بطل. انزل 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 لعيب بيعدوا يا اسطى. افنشهولك اركب يا اسطى. تعالى تعالى بسرعه، تعالى لي تعالى لي اركب لي كده يا معلم. بس انا هجيب لك قرايه العيال دي دلوقتي فاهمني. تعالى كده كمبارتك يا اخي زي ما انت. تعال عندي يا لهوي. ايه ده يا جدعان ده؟ ده انت معاك ام كي ومكمبر زي ما انت. ها اتسحب قدامي. ها اوه اوه. طب بقول لك ايه يا معلم، ما تجيب الباجي وتعالى، اول ما نلوك حد ناخدها واحده حمار متهور. اوه بادي من غير سموك يا اسطى. هات الباقي كده يا معلم. يلا شغل الحمار المتهور اللي جواك بقى، هدخلك داخله. بص واحد في البيت. اسمع بقى نبش عليهم. خلاص الاوتو ده مش هنا. ماشي ماشي كمبر. ها ثواني بيرمي. ايه ده؟ بيضم من فوق فوق هو. ثواني ده موت نفسه. موت الله نفسه عليك يا تركي. لا والله اتفني. ثواني 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 يابا. يلا ده اهو قدامي اهو، في قنبله تانيه قدامك. ده لسه عايش، ده موت صاحبه. فين صاحبه بقى اللي هو جابه بالظبط يا اسطى تركي؟ اتعامل معاه انت. فين صاحبه بقى؟ عيب بقى صاحبه ده، ابوكوا فين؟ ده مجنون ده ولا ايه؟ ايوه يا جدعان الولد التركي ده غبي قوي. ثواني يا اسطى، ده على الله حكايته يا اسطى، ده على الله حكايته فعلا. ده الله بقى عشان العيال دي هنلعب معاهم حبه قوم حلوين دول. ها بس يلا حبه سنايبر بقى، مع ان الايكي ما خدش حقه النهارده بس غصب عني والله يا جدعان. اهو لعيبة لعيبة. حول اللعب. كفرني كفرني هرجع لك. بيبش يا اسطى، بيبش عليك. حل يا اسطى معاهم بس وقفوا لك فوق. تعرف تكفرني؟ هم الأربعة ولا واحد بس؟ أنا الماوس علق وأنا بلف على العيال عشان أضربهم يا اسطى، وربي لك أكسرك. يلا يا اسطى. إيه ده؟ ايه ده يا اسطى؟ ده ابو محمد والله. ده الله حكايتنا. يلا في ناس نازله حضنا ما شاء الله. في في غاتر دول فيكتور في بكيس واوك شفته اهو بتاخده عدولة يا دولة. تلاتة بطل اللي جاي. فين الميت؟ لا سيب لي واحد سيب لي واحد سيب لي واحد. الله يا اسطى كنت بحسبه ياخد بتاع من قبليه يا اسطى. انا سبتهولك الصراحه. انت شفت الضحك؟ تخيل تنزل مع واحد على نفس الحاويه وهو ينزل على بكيسي. طب انا عايز فيست تمام ويلا بينا نبوش. لا يا عم كمبره ايه، مش بنعمل استفزاز احنا دلوقتي يا ابن اللعيبه.
ليه يا ابني تكتبوا صح؟ السكوادين خلي بالك. واحد فوق! ايوه يا اسطى انا هيلي بايظ. خد 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 هيل معايا معايا معايا. وديني الناحية التانية. تعال معايا. خلي بالك العيال في كل حتة ها. العيال في كل حتة خرب بيته. ده حاطين الكمبيوتر تحت رجلي. الواد جنبك. خش بقى عليه ده بقى. فمته. يا ابني بقى يا ابني بقى. مكمبر هو جنبك. يلا مكمبر جنبك ورا الحاوية. فنش لي ده. ماركت اللوكيشن. مفيش ايه بس هو اللي في قلبك ده انا عمال اخد كلام من هنا ومن هنا الواد جاي لابس خنزير. ابو لابس خنزير عدمته العفل. هو ده. هو ده اللي عاطيني النيدين. والله. اه والله. انا اشوف بقى الكام جثة اللي عندنا هنا. يلا. عدموني العافية! يا اسطى! جبتهم؟ نايس واحد! خدت واحد بوس نوك فينش أكلته علقة! أوه! هيصيحوا في الاوبن بقى يا اسطى، هيصيحوا في الاوبن ايه؟ هيصيحوا في الاول بقى يبقى سمعني صوت صياح. طلع اللوبي. بقول لك ايه حقك هيجي من الجيم كله، كان في اي كي ام ورا هنا. تعالى. هو بس الولا خنزير قوي يا اسطى، يعني انا ما حلش السلاح من عليك بصراحة. والله سيب ليه يا عم؟ الناس مريضة والله. ربنا يشفيهم يا عم. يا اسطى ما احنا بنعمل فيهم. اللي بنعمله في ليفك هيحصل فينا هنا خلي بالك. عايز اقول لك ان انا هنتقم من الخريطة كلها يا اسطى. والله حاسس بتطلع معاك تلاقي حد عامل لك كيميائي. بتقول ايه؟ تطلع هتموت. انت شايفني رش يا معلم ولا اي حد يقتلني كده اخد سونات؟ طب وهنا يا عم البوت هتعمل ايه؟ بص يا جدعان. وهنا يا عم العيال. ماشي. هتشوف يا معلم. اصلا نسيت سكن الاي كي ام يا اسطى احطه. اصلا انا هعيط يا اسطى، هو انا لو بدلت الخزنه هيجي طيب؟ اه. ما جاش يا اسطى. طيب سلام. يا جدعان يا لهوي على الضحك، واحد عامل فيديو عن الاي كي ام اللي هو متوره وبتاعه ينزل يلعب بيه وفي الاخر ما يحطش السكن وهو بيلعب. مش معقوله يعني الناس داخله عشان الاي كي مثلا يعني. الناس داخلين عشاني انا يا اسطى مش عشان الاي كي اصلا. داخلين عشان يتفرجوا عليا انا. فيها حمادة. يا حمادة مالك؟ حمادة مش عارف نزل مع سليم بيجي ليه مش عارف ايه. هو ايه بيجي؟ ولا السلام عليكم. السلام عليكم. ده جنبه ناقص ده. ده ايوه. بص يا اسطى اللي انا هعمله فيه. بره في السطح اهو. ايه يا عم جرح اللي انت عملته في نفسك ده يا عم جرح؟ يعني في بني ادم عاقل في الدنيا ينط النطر اللي انت نطيتها دي؟ اوه اوه هناك دروب يا صاحبي بنسبة 100% في حد عند الدروب ده يا اسطى. بقول لك يا اسطى الاتنين بتاخدهم بالبكيسي قسما بالله. ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايز اشوف البطل صاحبه فين يا اسطى. شفته. جاي لك يا عم البطل. اوه! ولا قدامي يا اسطى ها؟ امسك السلاح الجديد ده. اعمله 990 ده. اه يا
اسطى هو كان ماسك الطاسة عليك. والله ما عارف ده ماسك لي يوم بي يا اسطى. اعمل معاه ايه ده؟ سبايسي. بص يا اسطى ده تقدر تلف تلف، ومرة واحدة تلاقي سكواد بأربع يعني أهبابة أربعة بتلف. مفيش الكلام ده مش هيحصل معايا يا اسطى. ولا الوضع ما يطمنش ولا تعالى بغطى. يكون اتفنش يا رب يكون اتفنش. اتفنش يا اسطى. اتفنش يا اسطى. اتفنش يا اسطى. اتفنش يا اسطى. مش هلحق المني دمي. الولد بيفلانك على يمين. مش هلحق. فنشتو. 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 بس انا كده انهي الفيديو وانا مبسوط. على حاجة اللي هو توكي كمان. بس ما انا دلوقتي في قمة السعادة. وبس يا اخويا كانت دي كل حاجة في فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبك. النهاردة كسرنا الدنيا حرفيا وفنشنا اخر تور كده. فعايزك ابدا بتطلع من الفيديو تنسى تدوس لايك، وانت مش مشترك اتاكد انت مشترك. كان معاك امسولو، ان شاء الله اشوفك في الفيديو الجاي. سلام عليكم.